النهارده الحقيقه هنبتدي مشكلتي انا هنبتدي بمشكلتي انا اللي عايزه ان شاء الله ما عنديش حد يحلها لي غير ربنا باذن الله. وشكلي اللي اتلخبط في عز ازمتي ظهرت فتاه وانا اعتبرتها كلمه حق بتطلع ونصره لانها لخصت كل اللي انا بقوله او اللي قصدي عليه في بورتريه في فيديو صغير. تعالوا قبل ما نكلمها، هي في الامارات، قبل ما نفتح زوم معاها ونشوفها لازم نشوف هي عملت ايه. هصغر 30 سنه، المفروض ده الوعد. ماما ادفع نص عمري وارجع قبل ما ادخل المستشفى بتاعتك دي بخمس دقايق. نفسي وشي بس قولي يرجع ازاي، انزل عينيا دي ازاي عشان ترجع كويسه. عايزه بس اسال اي حد من المتابعين بتوعي، ده شكل ريهام سعيد ولا لا؟ يعني لخصت اللي حصل لي السنه اللي فاتت، ولا قالت لا اصلها حلوه اصلها وحشه اصلها مش عارفه ايه، هي لخصت لي اللطشه اللي حصلت لي، ان كان شكل وبقى شكل، بقت حد وبقى حد تاني خالص. فانا حسيت قلت ايه ده، مين العبقريه دي، مين اللي قرت الموضوع وراحت عامله ده، هي بتعمل ميك اب لنفسها، يعني هي دي وهي دي، يعني هي ريهام وهي ريهام لما اتشوهت، يعني الاثنين زيعوا تاني. عايزه بس اسال اي حد من المتابعين بتوعي، ده شكل ريهام سعيد ولا لا؟ ايه ليه ما زعتوش كله؟ عايزه ايه من الاول خالص للاخر؟ انت ايه، انت متفق معاهم عليا ولا ايه؟ انت متفق مع الطرف اللي احنا بنقدم فنانه، دي فنانه. هصغر 30 سنه، المفروض ده الوعد. ماما ادفع نص عمري وارجع قبل ما ادخل المستشفى بتاعتك دي بخمس دقايق. نفسي وشي بس قولي يرجع ازاي، انزل عينيا دي ازاي عشان ترجع كويسه. عايزه بس اسال اي حد من المتابعين بتوعي، ده شكل ريهام سعيد ولا لا؟ يا ربي بالخطين بكل حاجه بكل حاجه. هذه فتاة عبقرية، يعني انها تحط المكياج وتقلب نفسها كده. سيبكوا خالص بقى مني انا، هي ليها فيديوهات تانية غيري صح؟ طب ورينا ورينا قبل ما نقدمها للناس عشان نوريهم وهي عبقرية ازاي. عليكم لما يسووا لي صور ويخربونها ويشوهون وجهي الجميل. قريب لملكة اكيد، يعني اكيد من غير ما اكيد من غير ما اقدم خالص، انتوا عارفين هي عملت شكل مين. هاتها تاني، هو انت ينفع تدخل على الفيديو التاني كمان وتسيب صوتي على الهوا؟ يعني اذا كانت تستطيع بالمكياج انها تعمل شكل حد، يعني احنا عندنا حد قريب الى هذا وهي العبقريه مريهان حسين، ولكن مش بالدقه دي برضه، يعني عشان هي مش شغلانة مريان، يعني مريان انها فنانة وبتعمل ده دي عبقرية منها. لكن ورينا الفيديوهين ورا بعض كده بقى وافتح صوتي على الهوا لو سمحت، عايزين نشوف تعمل ايه. انا عايزة قبل وهي قبل ما تحط الميك اب، هو انتوا وراكوا حاجة ولا حاجة؟ يعني بتجيبوا الفيديوهات من نصها ومن اخرها، من الاول لو سمحتوا. ايوه بصوا هي شكلها كده، بصوا فجأة بقت احلام، فجأة
فجأة بقت الملكة. أنا بسميها الملكة بصراحة، مش فلتر، لا ولا فلتر ولا أي حاجة. بص بص نص وشها، بص نص وشها، بص بص بتقدر تعمل إيه، شايفين تقدر تعمل إيه، بص بتقدر تعمل إيه، بصوا هنا الزاهد، بصوا بصوا هنا الزاهد. يعني ازاي نفس الوش يبقى ريام سعيد واحلام وهنا الزاهد؟ ازاي؟ ما ازاي بتعمل ايه؟ انا مش عارف، ولا فلتر ولا اي حاجه، ده مكياج فقط، ما عارفش بتعمل ايه. احنا عايزينها مره، نفسي مره على الهوا تعمل لنا الميك اب عشان الناس ما تقولش انه فلتر، يعني تعمل لنا الميك اب من اوله لاخره ونعرف منها. يمكن بتستخدم فلاتر برضو، بس انا اشك. بصوا بصوا بترسم العينين ازاي، سبحان الله. طيب